بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنيستي ساداتي، ladies and gentlemen، the tomb of user head. بص دوت البربر كان بيطلق عليها الحلاق زمان. The tomb of user head. User head a royal scarab under Amenhotep II had his tomb built and decorated with paintings which are still extraordinary well perceived today. The unusual scene of barber shaving his customer in a garden is famous. The barber shaved until night time. He goes from street to street looking for someone to shave. A most popular figure, the barber worked in the street. His tool were a small on which the customer sit and container with the razor. A simple blade of flat with a wooden handle which in time developed until it was made of bronze in bronze. The wealthy and nobles had their own private barber who had a wide ring of rose and blades and scissors. From the earliest of times, Egyptian men shaved and cut their hair while foreign الأجانب had beard as indeed had the pharaoh. Of course those has beard was false يعني مستعارة. البربر يوزر يا أيها السيدات والسادة تم بناء مقبرته في عصر أمنحتب الثاني وتم تزيينها باللوحات التي لا تزال محفوظة بشكل جيد حتى اليوم. في مشهد مشهور فيها مشهد غير عادي لحلاق من البربر أو الحلاق يحلق لزبون في حديقة. البربر اللي هو الحلاق بيشتغل حتى المساء وينتقل من شارع إلى آخر باحثا عن شخص يحلق له الزبون. يعني شخص الحلاق البربر، شخصية الحلاق في الزمن دوت كانت أكثر شعبية وكانت بتعمل في الشارع، وكانت ليه أدوات صغيرة، كرسي كده وشفرة أو مطهرات ومعطرات. شفرته بسيطة من الصوان بمقبض خشبي تطورت مع الوقت حتى صنعت من البرونز. كان الأثرياء والنبلاء ليهم حلاقهم الخاص، وكانت لديهم مجموعة واسعة طبعا من الشفرات والحلاقة والمقصات. منذ القدم حلق الرجال المصريين شعورهم، وكان الأجانب أغلبهم ما كانش بيحلق شعرهم وكانوا تقريبا ملتحين. حتى الفرعون كان ملتحي بس كانت اللحية بتاعته مستعارة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.